هل تعلم قصة القانون لا يحمي المغفلين؟ حدثت هذه القصة في أمريكا. كان هناك شخص فقير جدا فكر أن يصبح غنيا في 8 أيام دون أن يعمل، فكتب إعلان في أحد الصحف يقول فيه: لكي تصبح غني أرسل 1 دولار إلى العنوان التالي. فأرسل الملايين من الناس 1 دولار إلى العنوان المكتوب، وبالفعل بعد 8 أيام أصبح الرجل غنيا. رد في نفس الصحيفة عما فعله وشرح الطريقة التي أصبح بها غنيا، فثار الناس عليه وقدموه إلى القضاء، ولكن لا حجة تدينه لأن أصبح غنيا بالفعل. وقال القاضي الأمريكي مقولته المشهورة: القانون لا يحمي المغفلين. من هذه القصة تعلم ضرورة الحذر في المعاملات المادية.